طيب نبتدي بالأخبار اللي اتكتبت على النادي الأهلي في الصحف وجريدة الأخبار بالتحديد. قالت إيه؟ قالت إن الأهلي ينتظر العشرة المبشرين بالقمة، قصدهم يعني على اللعيبة الدولية المتواجدين في منتخب مصر الأول والأولمبي، وده طبيعي هم اللي هيكونوا أقرب يعني للمشاركة في هذه المباراة. ما نعرفش مين طبعا أساسي من احتياطي مع مستر فايلر، احنا ما بنبقاش عارفين خالص تشكيل النادي الأهلي. الفريق يبدأ الاستعداد للزمالك وده من خلال مران اليوم، ومعلول يعود غدا وهينضم للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي بكرة بإذن الله. بكرة مش هيبقى فيه تدريبات، هيبقى فيه مباراة ودية بالمناسبة، في الغالب هتبقى الساعة 3 أو 4 العصر، لسه مش عارفين تفاصيلها إيه. المفروض إن هي مع نادي الإعلاميين، وهيبقى استعداد أكيد مهم وقوي بالنسبة للنادي الأهلي قبل مباراة الزمالك. نروح لخبر آخر، نروح من جريدة الأهرام. الأهلي يحدد 29 نوفمبر موعدا لجمعياته العمومية لاعتماد الميزانية، هيبقى يوم 29 أو يوم 28 نوفمبر، وده يعني معاد الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية. الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان السولية جاهز لمباراة الزمالك، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده خلاص. ومعلول تقريبا معظم الصحف النهارده بتتكلم على خبر عامل معلول ان هو هينتظم في التدريبات، هو خبر طبيعي. بالنسبة علي معلول شارك في مباراة تونس والكاميرون امبارح وانتهت بالتعادل السلبي، والحمد لله هو خرج من المباراه سليم. دي اهم حاجه عشان ان شاء الله باذن الله يكون لائق لخوض مباراه الزمالك ان شاء الله، ونجم كبير جدا علي معلول في الحقيقه. نروح لجريده الجمهوريه. اجاييه سلاح الاهلي في القمه، كله بقى بيتنبأ دلوقتي ان اجاييه هو اللي هيقود النادي الاهلي في خط الهجوم، وممكن والله تتفاجئ تلاقي حد تاني خالص، واتكلمنا في الموضوع ده امبارح بالمناسبه يعني. لكن اجاييه طبعا عنصر مهم قوي قوي وعنصر قوي ومحظوظ على الزمالك بشكل كبير. محظوظ دي مش معناه ان هو لعيب يعني بيجي على ماتشات الزمالك ويتألق بس، لا، الراجل في الحقيقه بيتألق في كل الماتشات، يعني لعيب مهم قوي قوي قوي. جونيور اجاي فايلر استقر على النيجيري، الله اعلم، دي اجتهادات طبعا مش حقيقيه خالص، او ما نعرفش، ممكن تصيب وممكن تخيب يعني. وسلامه السوليه ده شيء مهم جدا، واحنا اكدنا على موضوع السوليه. نروح للاخبار المسائي. الأخبار المسائية بتقول إيه؟ الأهلي في مرحلة الجد. في الحقيقة كل المراحل بالنسبة للنادي الأهلي هي مراحل جد، لأن كلها بتتمثل في مباريات بتؤدي وتؤهل للفوز بالبطولات اللي بينافس عليها النادي الأهلي سواء محليا أو أفريقيا. الفريق يستأنف تدريباته ودروس خاصة للمدافعين، وأكيد هيبقى في تركيز. وميزة في الحقيقة في موضوع المدافعين، الفترة اللي فاتت كان في بعض الإصابات، سواء سعد سمير أو ياسر إبراهيم أو محمود متولي اللي خلاص بيتعافى، ورامي ربيعة، لكن خلاص تقريبا كده كله بقى جاهز ما عدا محمود متولي، مش جاهز بنسبة 100%، ممكن يتم تجهيزه خلال الأيام القليلة المقبلة، ما نعرفش ممكن يلحق ماتش الزمالك ولا لا. لكن الميزة إن أنت بقى عندك وفرة كبيرة في هذا المركز بعد عدد من الإصابات لبعض اللاعبين. يتبقى اختيارات مستر فايلر لهذه المباراة، أنت عندك كده متاح أيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة، واكيد هيختار منهم اثنين مستر فايلر في هذه المباراه كمساكين يعني. نروح لايه؟ نروح للوفد بقى. بعض الاخبار بتتكلم واللي نفاها خلاص بقى النادي الاهلي بالتحديد في تصريحات امير توفيق امبارح، وان الاهلي ينفي العروض او العرض الصيني لازارو. البعض اتكلم الفتره اللي فاتت ان ازارو جاله عرض من الصين، فريق فورتشن اللي كان نفسه يتعاقد مع ازارو من سنه تقريبا او سنه ونص، لكن الكلام ده غير حقيقي وما فيش اي عروض وصلت للنادي الاهلي بخصوص ازارو. واحنا حتى قبل ما امير توفيق يطلع ينفي احنا نفينا الكلام ده لحضراتكم، واكدنا ان ما فيش اي عروض لاي لاعب خلال هذه الفتره. وطبعا جاهزيه السوليه للقمه، وفي الحقيقه ده خبر بارز، فعشان كده كل الصحافه بتتكلم فيه يعني، لان السوليه في الحقيقه لعيب مهم جدا ومؤثر في تشكيل النادي الاهلي. الصفوف تكتمل بعوده الدوليين الثلاثاء، ده عارفينه، وبرنامج استشفائي قبل لقاء الزمالك، وهيبقى برامج مختلفه يعني في الحقيقه خاصه بالاستعداد لهذه المباراه. وان شاء الله نتمنى ان الفريق يكون موفق في الاستعداد ان شاء الله. نروح بقى لليوم السابع. خبر معاكس شويه. يقول لك الاهلي يرحب ببيع المغربي ازارو، غير صحيح اطلاقا. خالص يعني مش حقيقي. مقابل 160 مليون جنيه للصين، مفيش اي عرض رسمي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بيفكرش في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي ان هو يبيع ازار اصلا، ما بيفكرش خالص يعني. والجميل كمان في اللي احنا سمعناه امبارح،
ان مستر بايلر نفسه، واللي قاله لنا النهارده مرسلنا العزيز الشريف شعبان، ان مستر بايلر نفسه ما طلبش يا جماعه خالص التعاقد مع حد او الاستغناء عن حد. زي ما قلنا حضراتكم قبل كده، احنا في مرحله التقييم، مستر بايلر بالتحديد مش احنا، مستر بايلر في مرحله التقييم اللاعبين والقائمه بالكامل، وبعد كده هو يقول بقى انا محتاج في المركز ده محتاج لعيب معين، او شوفوا لي حد اتفرج عليه ويعجبني، او مش عايز اللعيب الفلاني مشوه او ادوا له او باعوه يعني او طلعوه عار، يعني كلها امور تتعلق بمستر فايلر، وده مش هيكون في المرحله الحاليه اطلاقا. يعني موضوع ازارو يا جماعه الكلام دايما هيبقى كتير، وباذن الله لما ازارو يتالق هتلاقي كل الاخبار دي مش موجوده زي ما حصل كده مع اجين. طوارئ في الفريق الاحمر استعدادا للزمالك، استعداد بتبقى مختلفه طبعا ومهم، وعمرو السريه جاهز، ومحمود متولي خارج الحسابات بنسبه كبيره، محمود متولي مش هيلحق هذه المباراه. نروح للوطن والكلام برضو على بعض الصفقات، مش عارف التوقيت غريب جدا في الحقيقه. تاجيل صفقه المدافع في الاهلي بسبب سعد سمير، قصدهم ايه يعني؟ ان هم الاهلي كان بيفكر في ان هو يتعاقد مع مدافع، فدلوقتي سعد سمير رجع من الاصابه فهيقيمه سعد سمير، ومستر فايلر يبص على اللاعب وكلام من ده. سعد سمير اعتقد يعني في اعتقادي الشخصي مش محتاج تقييم، لاعب مهم جدا ومميز جدا، واكيد مستر فايلر سعيد بعودته، خصوصا هتقول طب ما مستر فايلر ما اتفرجش على سعد. لا، مستر فايلر واضح جدا من التصريحات اللي سمعناها خلال اليومين اللي فاتوا ان هو كان ملم بكل امكانيات ولاعبي النادي الاهلي قبل ما يتولى المسؤوليه، فاكيد هو عنده فكره عن مستوى سعد سمير. فموضوع صفقه المدافع ده مش حقيقي. حجازي يعود للصوره، طبعا اي حد يتمنى حجازي يبقى في النادي الاهلي، يعني اي حد من الاهلاويه طبعا، وانا على راسه يعني، انا اتمنى في الحقيقه ان احمد حجازي يكون موجود، لكن مفيش كلام خالص مع احمد حجازي اطلاقا، وحتى لما هيبقى في كلام مش هيبقى في التوقيت ده برضه. فايلر يدعم جيرالدو، جيرالدو لعيب مهم في قائمه النادي الاهلي، واكيد في حسابات الجهاز الفني زيه زي كل اللاعبين الموجودين في القائمه. النادي الاهلي يعلن جاهزيه الثلاثيه خلاص، والدوريين ينتظرون في تدريبات الثلاثاء ده خلاص برضه. نروح اخبار الرياضه. اخبار الرياضه قالت ايه؟ قالت ان القيعي يحذر من التحكيم، وبيرد بيقول ما تصدقوش الشائعات عن ازارو وجمعه وجيرالدو، ادي نفي اخر من مسؤول في النادي الاهلي، هو مستشار التعاقدات المهندس عدلي اللاقيعي، فبالتالي ده نفي اخر وتاكيد من شخصيه اخرى وبارزه داخل القاعه الحمراء وهو المهندس عدلي اللاقيعي، ان ما فيش اي حاجه بخصوص ازارو وصالح جمعه وجيرالدو، ان كلام هو قال بالتحديد يعني ان كلام عروض لازار وكلام من ده كلام مش حقيقي وما حصلش. وفيما يتعلق بعارض صالح جمعه برضو او بيعه، كلام مش حقيقي خالص. وجيرالدو برضو نفس القصه، الناس بتقول ان هو هيمشي في يناير، برضو الكلام ده لحد اللحظه دي وطبقا لتصريحات المهندس عادل القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الاهلي، ان الكلام ده غير حقيقي اطلاقا. فما تصدقوش يا جماعه الامور دي، لان كلها بيبقى الهدف منها، بخلاف طبعا ان اي صحفي يعني زميل عزيز بيبقى بيحاول يجتهد وده شغله في الحقيقه، لكن في البعض بيبقى عنده أغراض أخرى وهي بتتعلق بتشتيت أذهان اللاعبين الموجودين في النادي الأهلي. لأن ممكن لعيب لما يقرأ الأخبار دي ما يركزش بقى، يقول لك كده ده عايزين يمشوني، أو أنا كده همشي، أنا كده موقفي مش معروف، ده يأثر على أدائه في التدريبات، ولو الراجل عايز يدفع بيه في المباريات مش هيبقى موجود، فبالتالي أنت بتأثر على الفرقة كلها. فكلام كله في الحقيقة مش توقيته خالص وغير منطقي. دي كانت أخبار الأهلي في